أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو الصحافة وقراءة تحليلية في أهم الموضوعات المنشورة في صحافة القاهرة الصادرة يوم الخميس 26 سبتمبر سنة 2013. طبعا الحديث عن الدستور هو الذي يعني يستحوذ تماما كل الناس في الشارع. كل الناس النهاردة بتتكلم في الدستور، كل الناس النهاردة بتعلق مشاكلها في رقبة الدستور الجديد. يعني النهاردة لو واحد بيتكلم في مشكلة المرور يقولك الدستور يجب أن ينص على كذا، واحد عنده مشكلة في المية الدستور يجب أن يكفل أن يكون في مية نظيفة، والدستور يجب أن يكفل أن يكون في شارع نظيف، والدستور يجب أن يكفل أن يكون في سكة حديد كويس، والدستور يكفل أن يكون في أحزاب سياسية كويس، وهكذا. أصبحت كل طموحات وأمال مصر معلقة في رقبة لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أيا كان المسمى. طبعا في إشكالية أيضا صارت على جانب الآخر، هل إحنا بنعدل الدستور ولا بنحط دستور جديد؟ طبعا الإعلان الدستوري اللي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يتحدث عن تكليف لجنة العشرة بتعديل الدستور الحالي، اللي هو الدستور ده دستور 2012 المعطل، ده الدستور بتاع عهد مرسي، أنه يتم التعديل هذا الدستور. لجنة العشرة خلصت الشغل بتاعها، اتشكلت لجنة الخمسين اللي هي بتنظر المنتج الذي توصلت إليه لجنة الخبراء العشرة بشأن تعديلات دستور 2012. طبعا المستشارة تهاني جبالي رفعت قضية يعني بتطالب فيها ببطلان دستور 2012، هي أساسا بتطعن في بطلان الدستور نفسه. طيب ماذا لو إن المستشارة تهاني جبالي حصلت على حكم وجدلية نحن في غنى عنها؟ الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين بيقول أننا نتواصل مع مؤسسة الرئاسة من أجل تعديل الإعلان الدستوري بحيث أن ينص على وضع دستور جديد، يعني لما يكونش فيه أي ثغرة أن حد بعد كده يتلكك فيطعن في الدستور الجديد، لأنك أنت ما أنت هتطلع في نهاية دستور جديد. طب لو أنت بتقول على الإعلان الدستوري أن ده بناء على تعديل دستور 2012، طب لو أن دستور 2012 قضية بعدم شرعيته، بالتالي ما سينتج من دستور 2013 سيكون تلقائيا مقضي بعدم مشروعيته او بعدم شرعيته على اعتبار ان بني عربته فهو بطل. هي كلها عمليات جدليه واشكاليات. كان يجب ان المستشار عدلي منصور، وهو رجل قاضي وقاضي دستوري ويعلم الصياغات القانونيه، يجب ان تكون محكمه ولا تحتمل التاويل ولا تحتمل ان هي تفتح ابواب على المشرع وعلى متخذ القرار. لكن على الاحوال هي في يعني تدارك يتم ده بحيث يتم تعديل الاعلان الدستوري لينص على وضع دستور جديد وليس تعديل دستور 2012، بحيث ان القضيه بعدم دستور 2012 بالتالي دستور 2013 يكون بمأمن من اي طعن عليه، يعني من يعني بعدم شرعيته او بان هو بني على شيء على اساس باطل وبالتالي هو يكون هو باطل. في الحقيقه النهارده من ابرز الحاجات اللي جرت بتهتم بيها عن التعديلات اللي توصلت اليها لجنه الخمسين هو تعديل الماده رقم 54 في مسوده الدستور بحيث ان يتم النص صراحه على حظر تاسيس الاحزاب على اساس ديني. طبعا ده شيء كويس جدا وشيء جميل، لكن في الحقيقه انا عايز اعرف ايه الاليه اللي هيتم بها هذا الكلام. يعني النهارده ده دستور 2012، الدستور اللي هو اللي تم تعطيله. الماده دي كانت اصلا هنا كانت هنا رقم 51، في الدستور بقى المعدل او الجديد او الدستور يعني المطور هيكون رقم 54. الماده 51 هنا في الحقيقه طبعا هو دستور الاخوان ما كانش بيضع او ما كانش بيغلق الباب امام تشكيل كيانات على اساس ديني. الماده 51 بتقول للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهليه والاحزاب بمجرد الاختيار وتمارس نشاطها بحريه وتكون لها الشخصيه الاعتباريه. يعني المواطنين حقهم يشكلوا جمعيات واحزاب وبحريه بمجرد الاختيار، وهي تمارس ولها الشخصيه الاعتباريه بتاعتها، ولا يجوز للسلطات حلها او حل هيئتها الاداريه الا بحكم قضائي وذلك على النحو المبين بالقانون. اذا هذا النص الذي تم وضعه في دستور 2012 هي الماده رقم 51 هي ان كانت بتمنح المواطنين حريه تاسيس الاحزاب والجمعيات وما الى ذلك بمجرد الاختيار، لكنها لم تضع اي ضوابط للممارسه، وبالتالي ممكن اي حد يعمل جمعيه على مرجعيه دينيه، مرجعيه يعني ايديولوجيه، مرجعيه فكريه معينه، وبالتالي هو ده الفرز الطائفي اللي موجود في الشارع. يعني النهارده انا اتحدث عن حزب له مرجعيه سلفيه، هل هنقول ان هجيب واحد رئيس مسيحي هيحط واحد مسيحي وكادر هيرشح واحد مسيحي في الانتخابات ويجيبوه ويدخلوا مجلس الشعب على يكون راس قائمه مثلا في حزب النور السلفي ولا حزب الوطن ولا حزب الراي ولا الاحزاب دي؟ طبعا ده كان النص بتاع 2012. النهارده بقى هم في التعديل الجديد في الماده 54 في الدستور المعدل او الدستور الجديد قالوا ان احنا هنحط نص صريح على عدم جواز تاسيس الاحزاب على اساس ديني. وطبعا بمقتضى هذا طبعا المفروض طبعا عندنا حزب الحريه والعداله ده بالفعل خلاص يعني يعتبر شبه منتهي على اعتبار ان الحكم الخاص بمحكمه القاهره الامور المستعجله بحل وحظر نشاط جماعه الاخوان وكل هيئاتها التابعه ليها ينسحب ويسري على حزب الحريه والعداله. لكن يبقى السؤال ويبقى الدور على حزب النور السلفي وغيره من الاحزاب ذات المجريه الاسلاميه وايضا منها حزب الوسط. كيف سيكون مصير، ماذا سيكون مصير هذه الاحزاب؟ كيف ستقوم بتوفيق اوضاع؟ يعني في الحقيقه انا سمعت
وقريت كلام كتير بيقولوا ان هيدا فرصه توفق اوضاع. انا مش يعني مش فاهم يعني ايه توفق اوضاع. يعني ايه مثلا؟ يعني هيخلوهم مثلا يحلقوا دقنهم مثلا، ولا هيخلوهم يحطوا صلبان، ولا يعلقوا صلبان، ولا يجيب واحد مسيحي يحط رئيس حزب النور مثلا عشان يتقال ده توفيق اوضاع؟ طبعا كلام لا معنى له. اسف شديد احنا يعني ان كنا نقطع خطوات مهمه جدا نحو بناء مصر المستقبل، مصر الحديثه، لكن هذه الخطوات تتم بايدي مرتعشه، تتم بعدم يعني اتخاذ خطوات واضحه او جديه في سبيل ان يكون فعلا احنا عايزين يكون في عندنا دوله مدنيه، دوله فعلا الدين لله، الدين للديان، كل واحد حر في دينه، لكن من لا معنى لاقحام الدين في الحياه السياسيه، وبالتالي طبعا يعني بما يعني يستتبعه هذا من مخاطر. اعتقد ان التجربه اثبتت لنا ان اقحام الدين في الحياه السياسيه وفي الحياه الحزبيه والحياه الانتخابيه كل ده كانت له مخاطر وكانت له مشاكل كثيره. اعتقد ان مصر دفعت ثمنها كثيرا. يعني نبدا بالاهرام في الصفحه الاولى، المشروط الرئيسي بيقول لا احزاب على اساس ديني. السيد عمرو موسى رئيس لجنه الخمسين بيقول ان الصيغه المبدئيه للدستور تكتمل الاسبوع المقبل. وفي الحقيقه ده الاهرام. المصر اليوم ايضا في الصفحه الاولى تهتم بذات الموضوع وبتقول في المشروط الرئيسي حظر انشاء الاحزاب على اساس ديني. جدل في لجنه الخمسين حول مواد الجيش، وموسى يلتقي ممثلي وزاره الدفاع يوم السبت. استاذ سامح عاشور نقيب المحامين بيقول ان في اتصالات مع مؤسسه الرئاسه لاصدار اعلان مكمل ينص على دستور جديد. الحقيقه انا مش فاهم دي ازاي عاده عن عدلي منصور. يعني ده انت راجل قاضي دستوري، ويعني وقاضي يعني مفترض دي لعبتك، انت عارف الصياغات القانونيه. انت بتقول تعديل الدستور، تعديل الدستور الحالي اللي هو اللي مصر ده مصر قامت خرجت في 30 يونيو ثور عارم على الاخوان ونظام الاخوان ودستور الاخوان ومجالس الاخوان وكل شيء بيموت بصله للاخوان. فانت بتقول تعديل دستور 2012. طب ماذا لو ان جاي قاضي في محكمه قضاء اداري ولا في اي محكمه قال لك عدم مشروعيه وعدم يعني دستوريه، عدم قانونيه وجود دستور 2012؟ طب ازاي انا بعمل دستور بعدله تاسيسا على الدستور هو بالفعل مقضي بعدم مشروعيته حتى وان لم يكن بحكم قضائي؟ فهو مقضي بعدم مشروعيته بحكم الشارع. الشارع اصدر حكمه قبل ان ينزل قضاء حكمه. المحكمه اللي طلعت حكمها على جماعه الاخوان بحظر نشاطها وتجميدها وحلها والكلام ده كله، اعتقد ان هذا الحكم هو كان حكم مجرد حكم كاشف. ده تحصيل حاصل لواقع موجود في الشارع المصري الذي يلفظ تنظيم الاخوان حاليا، يلفظ افكار الاخوان بعد كل الكوارث التي يعني تسببت فيها الجماعه على مدى عام كامل من حكمها لمصر كلها، وتهديد الامن القومي وادينا شايفين اللي حصل في سيناء، والارهابيين والجماعات المتطرفه اللي خرجت من السجون، ويعني واشياء كثيره طبعا يطول شرحها. يعني فطبعا هم يعني في تواصل مع مؤسسه الرئاسه بحيث ان هو يعدل الاعلان الدستوري بحيث ما يجيبش سيره الدستور القديم خالص، ما يجيبش سيرته. الدستور القديم بقى ما حدش طعن فيه، لا الطعن فيه الطعن اللي عملته مؤسسه هاني الجبالي، اتقبل ما اتقبلش هذه القضيه لا تؤثر على وضع دستور 2013 الجديد. ايضا صحيفه الوفد في الصفحه الثالثه بتقول لجنه الخمسين تقرر حظر انشاء الاحزاب على اساس ديني. المادة الثالثة تثير أزمة مع الأزهر لرفضه النص على غير المسلمين بدلا من المسيحيين واليهود. والأستاذ محمد سلمان المتحدث بيقول الأحزاب الدينية القائمة لابد أن تقنن أوضاعها. أيضا كلمة غامضة، يعني إيه تقنن أوضاعها؟ يعني إيه وضع التقنين؟ هو كان إيه الشيء الخارج عن التقنين؟ يعني أنا عايز أعرف يعني يونس نخلون وناس برهامي وبسام الزرقاء ومش عارف ومين ومين الناس دي هيقنن نفسهم ازاي؟ يعني هيقلعوا جاليب ويلبسوا بدل، ولا هيعلقوا صلبان، ولا هيدقوا صلبان على ايديهم، ولا يحلقوا دقنهم، ولا هيجيب واحد مسيحي يبقى هو رئيس عليهم عشان احنا كده قانوننا اوضاعنا؟ يعني في النهايه ده هو الحزب فكرته اساسا قائمه على ان هو حزب التيار السلف، او هو المجموعات السلفيه اللي في مصر الوهابيه الموجوده في مصر بتتجمع في الكيانات دي زي حزب النور وحزب الرايه وحزب مش عارف في الوطن وما الى ذلك. فايه وضع التقنين؟ يعني اعتقد انه ليس صعبا على الدوله التي انتفضت لتسترد وعيها وتسترد هويتها وتسترد اشياء كثيره ضاعت من مصر التي سرقت ثوراتها بمعرفه جماعه الاخوان، ليس صعبا عليها ان هي تفرض على الجماعات السلفيه ان ما يكونش ليها كيانات. يعني خلينا نسمي الامور بمسمياتها. في الحقيقه انا ما بحبش اللف والدوران في المسميات، نفسي اللي يتكلم كلمه يكون يعي تماما حدود الكلمه، والكلمه اللي بيقولها بالمعنى توصل لقلب ده بذات الاطار الدلالي للكلمه، مش ان انا اكلم الكلمه بنيه وكل واحد يسمعها وياخدها بنيته، زي كلمه مدنيه الدوله، كلمه كده بقى يعني كلمه مطاطه، يعني المدنيه دي كل واحد هو النهارده الاخوان ممكن يقول مدنيه الدوله، والازهر يقول لك وطول عمر الاسلام لا يعترف الا بالدوله المدنيه، مفيش دوله دينيه في الاسلام وما الى ذلك، بس كل واحد بيقولها بمعرفته. ما هو انا النهارده انا ممكن اقول الكلمه لكن في سياق المعنى اللي جوه في بطن الشاعر في كلام تاني يعني. ففي الحقيقه طبعا ايضا الماده الثالثه عامله ازمه على الازهر. الازهر يدافع عن بقاء الماده الثالثه يعني لاعتبارات خاصه، ان الازهر بيرفض الاعتراف باي دينات اخرى وضعيه، يعني مش هيعترف بالبهائيين ولا بالبابيين ولا بالحاله اللادينيه بشكل عام في مصر. وطبعا الحقيقه انا بتعجب من تصريح يعني لبعض يعني اخواننا في الطائف الاخرى وحتى في الطائف الارثوذكسيه. للاسف الشديد يا جماعه احنا فاهمين
الأمور غلط. يعني زي ما نقول يا ريت نسمي الأمور بمسمياتها. هو يعني هي كلمة المسيحيين واليهود دي خلاص بقى هي دي العقبة، هي دي الكعبلة في سبيل مدنية الدولة. أنا حقيقة أنا مش عارف، يعني الدكتور أندريا زكي على سبيل المثال أنا ليه عتاب عليه، وهو راجل له نشاط كويس وبيبعث لنا أخباره كل شوية على الإيميل، وأخباره مغطية تقريبا كل جرائد مصر بتتكلم عن الدكتور أندريا زكي، بيقول إيه في 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 مصر اليوم، خبر في مصر اليوم. ايضا في خبر في صفحه رابعه بيقول ممثلو الازهر في الخمسين بيقولوا التوافق على التعديلات ضروري لابد منها، والدكتور اندريا زكي النائب رئيس الطائفه الانجليه يطالب بالغاء الماده الثالثه. والشيء الخطير والغريب اللي انا يعني اتعجبت له من تصريحات اندريا زكي، بيقول اعتقد ان هو راح مجلس الشورى قاعد مع الجماعه هناك، الدكتور اندريا زكي نائب رئيس الطائفه الانجليه مدير عام الهيئه القبطيه الانجليه، بيقول شوف ايه، شوف شوف العجيب، انه لا مساس بالماده الثانيه من الدستور التي تنص على ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. يعني شوف الدكتور أندريا زكي هو الرجل يعلن موافقته لا مساس بالمادة الثانية من الدستور اللي بتنص على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. طيب ويطالب بإلغاء المادة الثالثة من الدستور. يعني 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 انا يعني انا مش عارف على اقول ايه حقيقة، انا محتار في التعليق. يعني يا دكتور أندريا زكي المادة الثالثة دي اللي بتنسف الدولة المدنية، والمادة الثانية دي هي دي مدنية الدولة. يعني يا جماعة يعني عيب كده، ما ينفعش، بلاش. يعني ده احنا بقينا اسلاميين اكتر من الاسلاميين نفسهم، ده احنا بقينا ملكيين اكتر من الملك نفسه. يعني انا بتعجب الدكتور أندريا زكي اللي بيدافع عن الماده الثانيه وبيعتبرها ان مفيش فيها ادنى مشكله، والماده الثالثه دي بقت هي دي الكارثه خلاص. انك انت بتذكر ده الماده الثالثه يا جماعه، ده هي ماده لا قيمه لها، ده حاجه كده حاجه بلاش فرح العيال. الماده الثالثه بتقول ايه؟ نقولها ثاني، انا قلتها مره كده، بيقول مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود. مبادئ شرائع المصريين اللي هو الناس المواطنين كده اللي زينا المصريين دول من المسيحيين واليهود. طبعا المصريين المسيحيين، لان ما فيش يهود في مصر، اليهود اللي في مصر هم 20 واحد يهودي من المسلمين. والكلام اللي قالته لي انا شخصيا الاستاذه السيده ماجده هارون رئيسه الطائفه الانجليزيه، الطائفه عفوا اليهوديه في مصر، قالت ان كل عدد اليهود اللي في مصر 20 واحد يهودي اللي موجودين، وكلهم بعد كام سنه هيتلاشى المساله كلها، ما فيش يهود في مصر. اذا مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين مقصود بها تحديدا، سيبك من اليهود اللي يتمحك في اليهود، ما فيش يهود في مصر، من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لإيه؟ أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. يعني هذه المادة الثالثة لا تفعل إلا في ثلاث حاجات. المادة الثالثة ده هي ما لهاش أي علاقة بالحياة في المجتمع. هتعمل قانون بنوك، مش هيجي يقول لك مبادئ الشرائع الديانة المسيحية جزء مكمل للتشريع، عشان لما احب اعمل قانون بنوك يتوافق مع الشرائع المسيحية. لما احب اعمل قانون البورصة مش هيكلم، لما احب اعمل قانون مثلا تعديل قانون العقوبات، قانون الجنايات، قانون مش عارف الحبس الاحتياط، اي شيء في المنظومة التشريعية المصرية هو لا يعترف بالعقيدة المسيحية. العقيدة المسيحية هنا موجودة يا دكتور أندريا زكي، وانت راجل مثقف وانا احترم نشاطك وثقافتك، يلي بتدافع عن المادة الثانية وزعلان قوي من المادة الثالثة. هذه المادة الثالثة هي مجرد لضمان ان المسيحيين حين يشرع لهم في شؤونهم الشخصية أحوال، يعني الجواز، نتكلم في الجواز، الجواز والطلاق، طبيعي جدا المسيحيين يشرع عليهم في الجواز والطلاق والميراث والكلام ده كله بأحوالهم الشخصية اللي هي الشريعة بتاعتهم. وشؤونهم الدينية يعني بتصلي ازاي جوه الكنيسة، بتعمل الكنيسة ازاي، عامل هيكل ومذبح ومش عارف حتة عالية وحتة كده وحتة الكلام ده كله، هذا شأن ديني محض وبحت لا علاقة له بالمجتمع. واختيار قيادتهم الروحية، عايزين نختار بطرك، عايزين انتوا تختاروا رئيس الهيئة الانجليزية في حالة خلو المنصب، عايزين نختار مش عارف نعمل ايه، عايزين نعين نرسم اسقف، نرسم نرئيل مطران، نرسم شماس، نرسم اسيس، نعمل كلها مسائل لا تخرج عن جدران الكنيسة. خلاص اصبحت المادة الثالثة، المادة الثالثة دي بقت هي دي البعبع، بقت هي دي يعني اللي واقفة لكم في الزور عشان دستور مصر الجديد. حقيقة انا بتعجب للاسف الشديد، انا لما اكون اتخيل وانا لي عتاب على كثير من الاخوه النشطاء وهما امبارح شتمني على الفيسبوك لمجرد ان انا اديت راي يلي يتهمني اتهامات مش، وانا احيانا ما بحبش اتبادل، يعني مساله السباب ده، يعني ان واحد يلجا للسب والقصف ده نوع من الضعف، انا ما بحبش اتبادل السب والقصف. ما اسهل حاجه ان انا ممكن اشتمك على الفيسبوك واللي بيشتمني يتهمني بكذا وكذا وكذا وكذا، انا ممكن ارد عليه قد اللي هو بيقوله 10 مرات، انا دي مساله مش صعبه بالنسبه لي. لكن انا الحقيقه بنقب نفسي عن الدخول في مثل هذه المهاترات، لكن انا يعني اكتشفت ان احنا للاسف عندنا خلل في البنيه المعرفيه، في البنيه التكوينيه بتاعتنا. للاسف احنا فاهمين الاشياء بغير مسمياتها. اللي عايز يتكلم عن مدينه الدوله ده هو لا، تعالى اقول لك ازاي تعمل مدينه الدوله. اللي عايز يتكلم عنها تعالى اقول لك، ادي الكتاب ده اللي انا كلمت عليكم كلمتكم عليه اسمه دساتير مصر، هذا الكتاب صادر عن الهيئه العامه لاصول الثقافه، كتاب ده كتاب موسوعي رائع، هو ثمنه جنيه واحد. يعني ادعوكم ان انتم تقتنوا هذا الكتاب. اللي عايز يعرف بقى مصر دي ماشيه ازاي هاتوا الكتاب ده، هو الكتاب ده هو بيتكلم عن بدايه المسيره التشريعيه الدستوريه لمصر، دستور 1882. الحقيقه انا اول مره اعرف
ان مصر كان فيها دستور. انا على حد معلوماتي القديمه ان اول دستور يوضع في مصر هو دستور 23، معتبر ان هو ده اشهر دستور وهو ده اكثر الدساتير نجاحا واكثر الدساتير الليبراليه في مصر. لكن اللي كان فيه دستور سنه 1882 ثم دستور 23 ثم دستور 30 ثم اعلان دستوري ثوره 52 ومشروع دستور 54 ودستور 56 ودستور 58 ودستور 64 ودستور 71 وتعديلاته في 2007 واعلان دستوري 13 فبراير 2011 واعلان دستوري 30 مارس 2011 هو في لغايه اعلان دستوري ما كملش بعد كده. يعني هذا يعني الكتاب هو مسيره كويسه. تمام واحد عملها هيئة أصول الثقافة، أنا مش بعمل دعاية ولا حاجة، ده كتاب مفيش لا يهدف للربح. أرجو من أنتم تقتنوا هذا الكتاب. اللي عايز يعرف ويتكلم عن مدينة الدولة يراجع الدستور كويس، اقرأ يا جماعة كويس، بلاش الجهجهونية، بلاش الجعجعة اللي كل واحد طالع ويقول لك المدنية المدنية وخلاص، وكأن الكنيسة هي ضد المدنية، وكأن المادة اللي بتقول لك يعني ده بيديك جزء، يعني حد بيعترف فيك انك بني ادم لما تحب تنظم شؤونك الشخصيه وشؤونك الروحيه واختيارك الروحيه والكلام ده كله ترجع لمديتك. الماده الثالثه دي لا علاقه لها بالحياه في مصر غير للمسيحيين جوه كنايسهم وجوه بيوتهم واختيارك الروحيه والكلام ده كله. مزعلكوا في ايه؟ نفسي اعرف الدكتور اندريا اللي زعلان من الماده دي ويقول لك لا مساس بالماده الثانيه، لا مساس، الماده الثانيه دي ماده ممتازه. يا راجل عيب عليك، تعال بقى اقرا بقى، ولو عايز تقرا ارجع للدساتير قول لي كانت فين الماده الثانيه. هنا عندك 7 دساتير في الكتاب ده اهو، في 7 دساتير موجودين في الكتاب ده اهو، لم ينص فيه على دين بهذه الطريقه المقحمه اللي اقحمها انور سيف في تعديلات سنه 80 عشان يلعب مع القوى الاسلاميه عشان يعدل الماده 77 اللي هي كانت بتتكلم في الرئيس يرشح لدورتين بقى يترشح لدورات وما استفادش من انور سيف وكان له طلع سيف الله يرحمه انا كنت قاعد معاه في احدى المرات. يا جماعه يعني ارجوكم عيب ما يصحش. يعني ده يعني في ايه فيها معناها، يعني انا مش حافظ النص، بيقول لك ان اي مملكه تنقسم على ذاتها تخرب، اي بيت ينقسم على ذاته يخرب، او مملكه يعني في يعني ما يصحش. القضيه القبطيه للاسف الشديد هتجيبوا حقوق الاباط منين؟ اذا كنا النهارده احنا قاعدين بنلجا لاسلوب التدمير الذاتي، احنا بنحطم بعضنا ذاتيا، بنخبط في بعض، نشم بعض على الفضائيات، نشم على الفيسبوك، نتكلم قاعدين بنسفه ونعمل، وريني نضالك ده عند مجلس الشورى، وروح اشبك مع جلسات الاستماع اللي في اللجنه بتاعت الخمسين ده، قول لهم لا المدنيه انك بتحط لي دستور بيساوي من كل المواطنين، ما بقاش في حاجه اسمها كذا وفي حاجه اسمها كذا، كلمنا على موضوع الدستور اللي عايز يتكلم، بلاش ان احنا كل يعني احنا بنتعامل اسود مع بعض، اسد هصور يعني جنرالات على الفيسبوك، جنرالات بنقطع على الفيسبوك بنقطع في لحم بعض كويس ونشم كويس والكلام ده كله، وفي الاخر انت حقوقك مهدره، انت لا تملك انك انت تبني كنيسه، لا تملك انك تبني كنيسه، وبنى كنيسه النهارده بقت عمليه شد وجذب ومساومات وخد وهات واعمل واعملها مبنى خدمات وبعدين بعمل لك عليها صليب واحط لك عليها قبه وبعرف لك كده مناره، وانت وظروفك بقى ممكن مره تصيب ومره تخيب، مره يحصل وتعدي اذا كانوا ناس ولاد حلال، ومره يحصل زي ما حصل في العمرانيه والشباب اللي ماتوا الشهداء اللي ماتوا في العمرانيه واتضرب وتلعب بانابيب القديسيه تلعب بيها كره شراب في الشارع وهكذا 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 وهكذا. انا نفسي افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. طيب هو ملف ده كبير والمخرج بينبهني ان نطلع فاصل، انا يعني طيب هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل. طب انا قبل ما اطلع فاصل بس انا ممكن عايز اكمل حاجتين بسرعه. جريت الدستور يعني عشان بس نقفل الملف ده، استاذ سامح عاشور بيقول ان الحكم ببطلان الدستور المعطل سيضعنا في اشكاليه، ونتواصل مع الرئاسه لاعداد دستور جديد. الدستور غير صفحه واحد لانه كان مستشار هاني الجبال عامله طعن على الدستور ده اهو، وحاضر عزيز الحساب على اساس دين وتوافق على نظام الحكم المختلط، والمصر اليوم في الصفحه الرابعه. احنا قلنا خبط على مصر اليوم. طيب هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نعود لنسكن بقى اخبار وموضوعات الجزء الثاني حلقتها النهارده. في الجزء الثاني هنتكلم عن الموضوع بتاع خاص بحل جماعه الاخوان المسلمين ثم جهود الدوله لتطهير سيناء ومجموعه اخرى من الاخبار الجماهيريه. هذه الاخبار كلها نستعرضها بعد الفاصل ان شاء الله.